السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلالها أيضا عبر إرسال رسائلكم النصية. هذه الخدمة غير متاح بها الاتصال، فقط الرسائل المكتوبة. سيكون اليوم الموضوع عن قرار عادل عبد المهدي بحل أو دمج ميليشيات الحشد الشعبي مع القوات الحكومية في العراق، وكذلك إغلاق جميع مقراتها ومكاتبها. ما مدى تأثير هذا القرار على هيكلة الجيش بشكل عام والقوات الفرق الخاصة والقوات الأمنية بشكل عام بكل صنوفها وتفاصيلها، وكذلك ما الانعكاسات التي ستقوم بها هذه القوات بعد أن تدخل مع القوات الحكومية على الشارع العراقي، خاصة وأن أصلا مؤسسة الجيش بحد ذاتها هي لا تخلو من الملاحظات والانتهاكات التي قامت بارتكابها. كذلك ما مصير قيادات هذه الميليشيات، وهل سينتهي فعلا دور الميليشيات بهذا القرار؟ متى سيبدأ التطبيق؟ ماذا عن سلاح هذه الميليشيات التي قيل عنه في السابق من قادة أحد الميليشيات أنه يضاهي ما تملكه القوى العسكرية الحكومية؟ أيضا ماذا عن دور إيران؟ ماذا عن تفاعل هذه الميليشيات مع قادتها؟ كيف يمكن أن يتواصلوا؟ ما هي وسائل التواصل ما بين هؤلاء؟ إذا فعلا تم دمج الميليشيات مع الجيش الحكومي في العراق والقوات الحكومية بشكل عام، هل سينتهي العراق من خطر الميليشيات؟ هذه أسئلة نطرحها في هذه الحلقة إن شاء الله، بإمكانكم أن تتواصل معنا للإجابة عليها وعلى أسئلة أخرى إن شاء الله ستكون من خلال المتصلين الذين سيشاركون معنا. فاصل ونعود. من يسمع صوتي منه؟ احنا مو داعش، احنا طبقة ضعيفة ضلينا بالفلوجة. لا حد سأل علينا، لا حد قال ايش محتاجين، والله شغلة كلاب هنا. اريد احد يسمع صوتنا، احنا مو جاعي لا عد طرحين ولا عد تمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت. ما يصير هيك، يعني حد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبهن؟ احنا نريد ظلمنا المسؤول عليهن هادي العامري. تلقانا هادي العامري هناك سنع الظلم قال ساعة ويلحقونكم. ليه هسه؟ مواليد 2000 شنو ذنب عمي ولا سن بحلقه شنو ذنبه؟ 11 واحد راني من بيت انهجم بيتي اني. اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقة ضعيفة ظلينا حصرين هناك بالفلوجة تحمل الجوع والضيم. ظلمنا اريدهم اني. 73 ظلمة كارثة والله يا وليدي كارثة، واحنا حريم وبطن بستان. أناكم مو غالي عليكم، ولدكم مو غالي عليكم، أخوتكم مو غالي عليكم، ابداعت شبابكم، ابداعت من الله يساعدكم. ظلمنا اليوم سنة وخمسة أشهر، مواليد 2000 أخويا والله ظلمة كبيرة، أبوي عملية براس طار. الله وكيلك ومحمد كفيلك، لهذا يومك ما عرفنا عنهم كل شيء، كل شيء ما عرفنا عنهم من هذا يومك. وهاي من 30/5 طلعنا من السجن على الصقراوية، ولد اخوتي واخوتي ولد اخوتي مواليد 2000 اخويا وحيد عنده مواليد 2000 دول ولد ثلاثتهم، شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم من 30/5 لليوم ما ندل عليهم؟ والله 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 ابويا من قد القهر من قد القهر انجلط ومات، وبرقبته 6 أطفال. اسمعوا نداء الارامل، اسمعوا نداء اليتامى، اسمعوا هاي الاراضي، حتى الارض بكت، حتى الارض بكت. والله والله لو ينزل على الحجر لا الحجر اهتز. برد الوليد حطوا عليه 21 دفتر وما طلعوا ولوده، امه تبيع كليته على مود وليدها. اليوم سنه واربع اشهر معقوطين، لا حد نشهد لا حد وقف علينا، يا لا عان ولا عواني، لا وليد لا زلمه لا راعي بيت، ضلينا بس النسايا وليدي. ما اذا فيها شنو ذنبه؟ اريد الزليم احياء ميتين جيبونا اياهم يا وليدي. الله يا يابا بهم مرضى وعايشين على هاشيه وعايشين على القاع، والله هذا اللي يدري لو عشكم قران لو حطيني عليه، واني احس مريضه انت بالقلب تسدد. والله يا يابا
والله مريضة والله. ويا يا شايل الأوراق إذا ما تصجون يا مال مريض مال غلب أطلعكم يا تصجون. يا أبو ولادي أربعة وابن ابن الخامس بعد صغير كبري هذا الوليد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ما شاهدتموه قبل قليل هو جزء من ملف كبير معقد قادته هذه الميليشيات وقادة هذه الميليشيات كذلك، ملف المخطوفين والمخفيين قسرا. هو سلسلة من أو حلقة من سلسلة طويلة من هذه الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الموجودة في العراق، التي تم وضع إطار قانوني بشكل أو بآخر عليها من قبل البرلمان السابق، وكذلك وضعت تحت ما يسمى بأنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك حيدر العبادي، لكن في حقيقة الأمر لديها سجونها السرية ولديها أوامرها الخاصة التي تأتمر بها. وحتى هذه اللحظة كم من حديث كان وقتها على لسان حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق على قضية سحب السلاح من الميليشيات، ما الذي نفذ من هذا القرار؟ والآن يأتينا عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الحالي بقرار جديد بدمج هذه الميليشيات مع القوات الحكومية وإغلاق مكاتبها. دعونا في البداية نشاهد هذا التقرير معا عن قضية حل الحشد الشعبي أو ما يسمى بحل الحشد الشعبي. هي بالأصح ستدمج، ستبقى هذه الميليشيات موجودة على نفس العقلية التي أسست عليها ونفس النهج الطائفي الذي أسست عليه، ولكن هذه المرة ستدخل ضمن القوات الحكومية. دعونا نشاهد. أهي مراوغة أخرى للقفز فوق خطوط المحاور التي قسمت عليها المنطقة، أم أن عبد المهدي ضاق ذرعا بالميليشيات التي نصبته رئيسا للوزراء فقرر كبح جماحها؟ لا يظن العراقيون أو أغلبهم ذلك، بل يذهب كثير منهم إلى أن القرار مغنما للميليشيات أكثر من كونه مغرما عليها. قرار ديواني لعادل عبد المهدي يقضي بدمج ميليشيات الحشد مع القوات النظامية وإغلاق جميع مقراتها وربطها رسميا بقيادة القوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعملها خلال ما تعرف بفترة الحرب على تنظيم الدولة، واستبدالها بتسميات عسكرية، بالإضافة لحظر ارتباط الأجنحة العسكرية للفصائل بالأجنحة السياسية. بحث أعمق في القرار ومدى فاعليته على الأرض يقود لكونه شكليا فقط من باب عدم قدرة عبد المهدي ولا من سبقه ولا لاحقه على محاسبة الميليشيات المتنفذة في العراق أو محاولة تحجيم نفوذها. وهذا دفع المراقبين للقول إن القرار جاء تماشيا مع رغبة زعماء الميليشيات المرحبين بالقرار وتناغما مع أصحاب الرأي والمشورة في طهران. ذاك التناغم يتجلى في انعكاس القرار على الواقع، فهو يؤسس لقوة عسكرية رسمية رديفة للجيش تظهر في ظلها صورة الحرس الثوري الإيراني، لا سيما وأنه جزأ المؤسسة العسكرية وحول ميليشيات غير نظامية لقوات بضباط وهيكلية. كما أن خطورته تكمن بعدم تحديد مهام القوة الجديدة ولا مناطقها الجغرافية ولا حتى قدراتها التسليحية، وكأن عبد المهدي يستعيد باكورة عمل الاحتلال الأمريكي عندما دمج قادة في ميليشيا بدر وغيرها بنواة المؤسسة العسكرية فأنتجت مثالا للنهج الطائفي وأنموذجا شاخصا لانتهاكات حقوق الإنسان ترويها تقارير المنظمات الدولية. فكيف اليوم وقد صنف قادة متهمون بالقتل والتعذيب والتهجير والابتزاز بل ومطلوبون دوليا لقوة رسمية تتحرك بغطاء قانوني؟ أما سبب القرار فالدلالة الزمنية كافية لكشفه، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستخدام الأخيرة للميليشيات في العراق للتهديد مرة وأخرى للعمل العسكري على الأرض. فكان القرار برأي البعض المتابع تماشيا من عبد المهدي مع رغبة واشنطن بمعركة تقليم الأظافر مع إيران. وبصرف النظر عن شكلية القرار وحتمية تنفيذه، فإنه بنظر الكثيرين ما كان ليخرج قبل أن يطلع عليه سليماني شخصيا المشرف الأول على تولية عبد المهدي رئاسة الحكومة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا هذا القرار أولا المتفاعلين معه كان مقتدى الصدر بحل سرايا السلام الميليشيا التابعة له وأنها ستدخل ضمن القوات الحكومية. نذكر فقط بجيش المهدي. جيش المهدي الذي جمد بقرار من مقتدى الصدر آنذاك وهي الميليشيا السابقة التابعة لمقتدى الصدر وهو أول من أسسها وهي تعتبر أول ميليشيا موجودة في العراق في عام 2003 بعد 2003. جمد عمل هذه الميليشيا وخرج بعد ذلك الصدر بسرايا السلام. فالسؤال هو هل أيضا ستكون هذه لعبة أو التفافة على هذا القرار بشكل أو بآخر أو مسرحية من أجل الضحك على عقول الناس بأنه نعم هناك من سيتبع هذا القرار لكنه سيخرج بعد ذلك بميليشيا أخرى تحت مسمى آخر ربما. كذلك نقطة ما الذي سيحدث لما يسمى بالجيش الحالي أو الجيش العراقي الحالي؟ ما الذي سيحدث له بعد كل الفساد الذي ينخر بجسد هذه المؤسسة العريقة من بعد الاحتلال أن تدخل لها ميليشيات عشرات الميليشيات مئات الميليشيات التي عشرات الميليشيات التي ستنضم إلى هذه المؤسسة؟ ما الذي سيحصل لها؟ معنا السيد أبو محمد من تركيا تفضل. الله يحفظك الله خير. الله يحفظك الله خير. الله يكرمك. أهلا وسهلا أبو محمد. حياك الله. ممنون. أسمعك أبو محمد إذا تسمح توطي صوت التلفزيون شوية. أنا ما عندي تلفزيون والله. طيب تفضل. حياك الله أستاذ محمد. يعني ماذا نقول؟ هي العملية مدروسة ومخططة لها وهي مسلسل ماشي بهذا الاتجاه. يعني إيجاد كل هاي الحلقات اللي سبقت ما يسمى بالحشد، أنا ما أسمي حشد حقيقة نعم. أسمي غوغاء لانه دمر البلد. يعني بالاضافه الى هم على اساس تحججوا بداعش وهي واقع حال داعش هم اوجدوها ايضا ووجدوا السبل الى هذه المساله حتى يهيمنون على البلد. المسلسل الان اللي يدور في العراق هو مسلسل رهيب. قدر خططت الى امريكا الخبيثه ونفذت ايران اللئيمه ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن ثق اخي الكريم، رغم كل هذا اللي يسووه لن يكون هناك إلا شعب واعي وسينهض الشعب في الجنوب على هذه الحكومة إن لم يكن الآن فغدا، وغدا نراوله قريب. وسائل بشعة، حجج واهية، حق الدفين. وأقول فيها باختصار، والله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا حقد على محمد صلى الله عليه وسلم من النظام الكسروي الذي يتأصل في إيران باستمرار وما يتبعه من ديون في العراق وفي غير العراق. هذا كل اللي أقدر أقول فيه. أشكرك أبو محمد، كنت معنا من تركيا. فكرة وموضوع مهم طرحه للغاية وهي قضية إيجاد التنظيمات المتطرفة كذريعة لتشكيل هذه الميليشيات، وكما تذكرون الحشد الشعبي تأسس بهذا السبب واستفحل بعد ذلك وقورنت انتهاكاته بانتهاكات تنظيم الدولة. تخيلوا إذن مدى الإجرام الذي وصل له. أبو عمر من الموصل تفضل. السلام عليكم العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي نحيي قناتكم الكريمة السباقة بنقل الحدث ونقل الحقيقة للشارع العراقي والوطن العربي كافة. حياك الله. وحييك أخوي المذيع محمد. أخوي حييك تحية. أهلا وسهلا أخوي. بسبب موضوع الحشد الشعبي، الموضوع جديد في الداول إدماجه بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية. نعم. قبل بس نعطيني الفرصة حتى أحكي يعني. خذ راحتك، خذ راحتك، تفضل. قبل كان عندنا يقول أكو فوق مشروع وفوق غير مشروع. هسه هاي جرائمهم غير مشروعة ونفضحها ونكشفوا على الحقيقة. هاي أول فقرة. الفقرة الثانية هسه راح يدمجوهم بالمؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية حتى يصير لهم شنو؟ حتى يصير لهم طابع شرعي. يعني من يفوت يداهم ويفوت يقتل ويفوت يصير. هي مو بس راح يدمجوهم بالمؤسسات العسكرية، راح يدمجوهم بالمؤسسات المدنية كذلك. يعني هسه أضرب لك مثال، أبسط مثال مدينة الموصل. مدينة الموصل في المنطقة القديمة منطقة منكوبة، كنا نعرف وما تخفى على الناس، يعني على أساس جو قصف التحرير هم ما حرروا، كلنا نعرف. واللي يقولها غير هذا الكلام إنسان غير عاقل حشا. دمروا المدينة عن بكرة تبيها، حضارة عمرها أكثر من 1400 سنة دمروها وبادوها عن بكرة تبيها. راح يدمجوهم بالمؤسسات المدنية. إذا أدمجوا لك مدير مثلا مدير تسجيل عقاري، هو كان بالحشد صار مدير تسجيل عقاري،
هذا ولاء من راح يكون؟ ولاء الإيران. الولاء ماله راح يكون لإيران. أنا بالنسبة لي بالمنطقة القديمة العسكري كان بالحشد راح يصير بدش راح يجي حاربني نفسيا. أنا إيش راح أسوي؟ مجبور أبيع بيتي. وين راح أروح أتجه؟ راح أتجه على التسجيل العقاري. راح يجيني منه راح يجيني السمات التابعين لهم. نعم. أبو التسجيل العقاري هو متفق مع الجهة العسكرية والجهة المدنية. إيش راح يصير؟ راح يفرغون المدينة من أهلها. فهذا الشغل اللي يسووها كلها بالمجرد يعني تهجير العراقيين، تهجير الشباب، أسلحتهم خطط الشباب العراقي، يظل ضاغط عليه بالاعتقال، ضاغط عليه بالإهانة، ضاغط عليه بعدم البطالة. ليش؟ راح يعوف منطقته ويطلع خارج العراق. هذا بالنسبة لمخطط التغيير الديموغرافي. طيب بالنسبة لسلاح الميليشيات، مخازن السلاح المنتشرة بكل مدينة في العراق وبين المنازل، بين بيوت الناس، هناك مخازن ومشاجب للأسلحة. طيب ماذا عن السجون السرية التي يقبع بها آلاف من المعتقلين الذين لا تعلم السلطة الحالية عنهم شيء، وغيرها من الملفات الكثيرة التي تمسك بها هذه الميليشيات؟ هل بهذا القرار ستنتهي كل هذه الأمور؟ يعني فجأة الحياة تصير وردية؟ أخويا ماكو وردية. هو وين السلطة في العراق؟ كل السلطة هي السلطة منه؟ عادل عبد المهدي منه؟ تبعيته منه؟ تبعيته إيرانية؟ الحكومة العراقية إيرانية. هسه الشرطة أحكي لك على الشرطي من أصغر رتبة إلى رتبة عقيد أو لواء في الجيش العراقي والشرطة العراقية ولا إيران. هسه أنت سمعت معنا كل العالم عرف شغل التهديد بين أمريكا وإيران. عندما أمريكا رادت تضرب إيران منو قبع عليهم؟ قبع عليهم ميليشيا العراق وقبت عليهم شرطتنا وجيشتنا ونفسهم. هم ناس مثل العسكريين موجودين بالعراق. فهذا الموضوع لا ينتهي نهائيا. ما طول حكومة فاسدة. احنا عندنا مثل بالعراق يقول راس السمكة خايف، راس السمكة ما طول خايف، السمكة كلها راح تصير خايفة. فمثلك بناء على باطل راح يظل باطل الى يوم ما يبعد. شكرا ابو عمر، كنت معنا من مدينة الموصل. طبعا ابو عمر تحدث عن القوة القانونية التي ستحصل عليها هذه الميليشيات بعد ان تدمج في القوات الحكومية. طبعا هي أصلا أخذت الإطار القانوني عندما شرع لها قانون ما يسمى قانون الحشد الشعبي في البرلمان السابق، والتي أعطيت الشرعية وأعطيت الشكل القانوني لها، وقيل أنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة آنذاك. لكن السؤال هو ما الذي قد يختلف بتصرفاتها؟ يعني الحشد الشعبي الآن بميليشياته الموجودة، هوية هذه الميليشيات هي أقوى من أقوى هوية دولية، أو عفوا أقوى هوية محلية للقوات الحكومية الموجودة. أي ضابط يعني عنصر تابع لميليشيا الحشد بأي صنف من صنوفها هو أقوى رسميا على الأرض من الضابط الذي يخرج بهويته؟ ما الذي قد يختلف الآن؟ ما الإضافة التي قد تعطيها هذه الخطوة بدمج الميليشيات مع الجيش الحكومي؟ ماذا عن العقلية التي يحملها أفراد هذه الميليشيات، العقلية الدموية التي تربت وتأسست على مبدأ الثأر والانتقام؟ عندما يدخلون إلى المؤسسة العسكرية وهم يحملون هذه الأفكار، كيف سيتعاملون مع الناس وهو أصبح الآن مجند ضابط أو عنصر أمني؟ كيف سيتعاملون مع الناس الآن؟ كيف إذن يمكن أن نفهم أن العمليات والجرائم التي كانت ترتكب في السابق بمعدات وأجهزة القوات الحكومية الآن، ما الذي قد يختلف إن دخلت هذه العناصر إلى الجيش واستخدمت نفس المعدات في ارتكاب نفس الجرائم؟ من الذي يمكن أن يسيطر عليها وهي داخل هذه المؤسسة؟ إن كان يهدد الضابط الأعلى رتبة من قبل عنصر أقل رتبة، يهدد بعنصر أو زعيم ميليشيا، أو يهدد بأنه ينتمي إلى الحاج فلان من يسمون بالمقاومين. يعني كيف يمكن أن ينظر المواطن العراقي الآن إلى هذه المؤسسة التي كان يراها منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة أنها مؤسسة مختلة، مؤسسة عسكرية مختلة فاسدة، أن الشرطي هو الذي يبتز الناس في نقاط التفتيش، عنصر الجيش وعنصر الشرطة؟ كيف يمكن إذن أن ينظر إليها الآن بعد أن رأى بعينيه أن هذه الميليشيات دخلت إلى المؤسسة العسكرية، وهو كان أيضا يرى هذه الميليشيات وهي تقوم بابتزازه أو خطف ابنه أو اغتيال أحد أقاربه؟ معنا سيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
استاذ محمد انت لو من البدايه تعيين وزير الدفاع ووزير الداخليه وهذه العصابة هذا كله كان بدايه الفتح والتنين اللي نصب هذه العصابات كل هذه عصابات لا تقول دوله ولا تقول حكومه ولا تقول ميليشيات ولا تقول جيش هذول وقعوا في الفخ هذا الفخ الاول يقول لك تزبطنا خلاص هذا وزير الدفاع وافق عليه وزير الداخليه هذه تصريحات خالد جعفر العراقي اللي ايش شوف هذا كبكي الى ثمن كبكي الى ثمن تصريحات هذا غالب جعفر هو انه عاد الدوليه والله ما عنده صلاحيه وما عنده سلطه ليجي محمد عبد الرضا هذا من هذا ابو الجهاد الفارسي هذا هو في السلطه هذا كله الى ثمن كله فقه ودعوة ثالثا وإصدار قانون مصادرة الأعراض 4000 دولة من الأعراض السورية هذا إلى ثمن رابعا إصدار قرار بإلغاء الميليشيات ودمج في الجيش والشرطة إلى ثمن أنت تعال على هذا القرار يا ترى هل هذا القرار أسمعك أبو عمر أستاذ محمد صوتي واضح واضح أسمعك أنت لو تيجي على هذا القرار أنت أكثر من 60% من هذه الميليشيات بصراحة شيعية إيرانية إيرانية إيرانيين أبو مهدي المهندس طيب ليش ما نقول ليش ما نقول إنه هذا القرار هو محاولة للالتفاف على عقوبات أمريكية محتملة يعني هناك تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على هذه الميليشيات قطع أذرعها قطع تمويلها أستاذ هذه الأفخاخ اللي نصبتها نصبتها أمريكا ما نصبتها إيران هذه مو مصالح إيران هذه مو مصالح إيران إيران يقول لك أنا العراق يعتبر منفذ إلي إلي إلى الكويت وإلى السعودية بعد العقوبة ويعتبر منفذ إلي إلي سوريا ولبنان وغير مناطق أخرى هي تريد هذه المناطق يقول لك إذا لغت هاي الميليشيات تابعة إلي هذا راح يجي هذه الميليشيات الإيرانية ما عندهم جنسية عراقية جاي من إيران إذا فارسي وإذا سوري لون وإذا من عرب الأحواض يعني الأحواض جايين هذول كلهم راح يطلعون يقول لك اطلع هم راح يجيهم جنسية عراقية على يسر هذا راح يدمر فهم فضلوا عليه بالكرة هذه الجدي أصدر هذا القرار وقالوا له تدولة توافق عليه انتشار تكمل بيع ما تكمل بيع قسما عظما انت ما تبقى بعد الشهر الناس تنزل بالشوارع تريد ما تريد توافق توافق هذا هو القرار الحقيقي بيد امريكا اما مو من مصلحه ايران انت عندك اسلحه صواريخ عندك دبابات مترهات داخل حرس دوري ايراني داخل بحدود 3000 4000 عسكري داخلين للعراق هذول شو يسوون؟ هذول جايين يحكمون في الفرق المستقرات اللي موجوده التابعه العسكريه والمدنيه للميليشيات الشيعيه بالعراق ابو عمر شنو الفرق؟ ما هو الفرق عندما يكون وزير الداخلية تابع لمنظمة بدر على سبيل المثال ويأتمر يأخذ الأوامر من هادي العامري وهو يسمى وزير داخلية لديه السلطة على مجموعة من القوات الحكومية يعني وإذا دخلت الميليشيات إلى الجيش حتى وإن كان سميها فخ سميها أنهم وقعوا في فخ لكن قبل أن يطبق هذا القرار أو قبل أن يصدر هذا القرار كان وزير الداخلية من الحزب الفلاني تابع للميليشيا الفلانية هو الذي يأخذ الأوامر من زعيم هذه الميليشيا زعيم الحزب الذي ينتمي له ويطبقها على العناصر الموجودة تحت إمرته وكل عنصر ضابط ينتمي إلى حزب معين يعني وإذا دخلت الميليشيات إلى الجيش إيش حيختلف يعني هو ما يختلف كل شيء أصلا ما يدخلوا ممنوع إدخاله لأنه يقول لك الجيش حيفضل عليه وزير دفاع يطول صلاحيات امكانيات قويه هو ما يدخل قلت لك انا اكثر من 60% ايرانيين مسؤولين ايرانيين ما يعرف من عدو ما يعرف يتكلم عربي استاذ فارسي لوري تلقاه من القوميه الكرديه الشيعيه تلقاه من التركمان من الاذريين من العرب الاحواز والله يعرف عرب الاحواز الشعب الاحواز يعرفون يتكلمون عربي مكسر مثل حكي مثل لغه ثلاثه من الاحواز لكن استاذ هذا ما يتم تدخله انت عندك هو ليش انت ليش انت هو كتب الموافقه على الوزير الدفاع والوزير الداخليه قد نتصل مع السيد ابو عمر من السليمانيه وضحت الفكره ابو عمر طبعا الترويج لهذا القرار الان
أصبح الجميع يتحدث بهذا القرار وكأنه قرار كان منتظر منذ سنين، وكان قادة الميليشيات كانوا ينتظرون قرارا لكي يتخلوا عن عناصرهم وعن أسلحة عناصرهم وعن هذه الامتيازات التي تحصلوا عليها من الميليشيات. كريم النوري المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي قال إن الأحزاب توظف ميليشيا الحشد في معاركها السياسية. يعني كريم النوري اكتشف هذا الموضوع الآن ما شاء الله. النوري أكد أن الارتباط بالأحزاب يعمل على تسييس الميليشيات لصالحها، مشيرا إلى أن الميليشيات ستحتفظ باسمها على الرغم من قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضمها إلى القوات المسلحة التابعة للحكومة في بغداد. يعني كلام عبد المهدي هواء في شبك، وكما قال أبو مهدي المهندس في مؤتمر صحفي سابق أو في ندوة أو في سموها ما شئتم، قال بأنه من يفكر بحل الحشد الشعبي فليذهب مع فكرته إلى القبر. كلام واضح من زعيم ميليشيا، وكذلك تحدث هو في وقت سابق أنه لن يستمع إلى أي قرار حتى لو كان هذا القرار صادر من حيدر العبادي. هذا الكلام كان سابقا إبان الفترة السابقة لحيدر العبادي، يقول بأنه حتى لو كان القرار قادم من حيدر العبادي لن ينفذ بخصوص قضية حل ميليشيات الحشد الشعبي. إذن هذا كلام واضح أنهم حتى وإن جاء هذا القرار ستبقى الإمرة والقيادة تحت يد زعماء هذه الميليشيات، بغض النظر إن كانوا سيسمون أنهم جيش أو شرطة أو إن كانوا سيبقون تحت مسمى الحشد الشعبي. السيدة أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي القناة العظيمة وعاملها. بالنسبة إلى الحشد، إحنا نسأل سؤال، منو جاب الحشد غير السستاني؟ بعدين السستاني لمن تابع؟ تابع إلى سليماني وإلى هادي العامري إلى جماعة إيران كلها. فهم هم دائما يردون يقوون هاي الجهة الحشد، يردون يقوونه حتى يبقى قوة صامتة لهم حتى يحميهم هم هذول الجبناء اللي اجونا من إيران. هاي القرارات كلها فاشلة وكلها قرارات غلط. وبالعراق من 2003 إلى هذا اليوم ما في قرار صدر بصورة صحيحة أو هو قرار عدل. كل قرارات مع الحكومة فاشلة، عصابات إجت تحكم هذا البلد وإجت تدمر هذا البلد. فالحشد من طور قوة الزائدة لهم حتى يحميهم. وعادل الزوية، عادل الزوية كل شيء ما عنده ترى. عادل الزوية مهدد من قبل سليم. كان شو يقول له هو يمشي أموره. يعني هو بقيادة إيران. عادل منتمي إلى إيران. ما أنا يمكن أول ما تكونت هاي الحكومة اللي سموها هم حكومة رأسا قلت هاي حكومة فاشلة إيرانية، لأنه عادل زوية إيراني، وذاك أبو البرلمان اشترى يعني وتابع لإيران، وأبو الشمال هذا متزوج إيراني أمريكي إسرائيلي، وهكذا هاي حكومتنا. فإحنا يعني نسترجي من هاي الحكومة الفاشلة، هاي هذول اللي دي أسسون هاي دي أذننا وأسسوا هاي الوجع بالبلد. وقتلوا ونهبوا وسلبوا ودمروا هذا البلد اللي كان هو طاج على العالم كله. فإحنا إذا ما ينهى يعني أنت ترين أنه لن يكون هناك تغيير بهذا القرار، يعني وين نفذ لن يحدث تغيير؟ ما يحدث تغيير لأنه هو مصدر إيراني. احنا حكومة إيرانية. انا اتعجب انه خالي العلم العراقي، العلم الشريف اللي كان الى يعني يسمي الى هذا الشهداء اللي راحوا، هذا المفروض يشيلون العلم العراقي يخلون علم إيراني. احنا حكومة إيرانية. اذا ما الشعب ينهض، واذا ما الشعب شوية يستوعب هذا الوضع اللي دا يصير، واذا ما الشعب نفسه يقود هذه الثورة حتى اذا كان هو لازم يصير بها خسارات ولازم يصير بها دم. اذا ما ينهض هذا الشعب، واذا ما يقاوم، واذا ما يصير عنده وعي شوية وعنده انصاف ويصير عنده ضمير،
ما يصير لنا شارع، راح نبقى تحت ايدي الايرانيين ولعبة ايران وامريكا واسرائيل في هذا البلد. احنا ساحة قتال بيناتهم صدنا، وهكذا راح يكون هذا البلد اذا الشعب يبقى خامل ويبقى ويبقى يمشي ويريد كهرباء ويريد مي ويريد ياكل. وانا اشكرك. شكرا ام ازهار، كلام واضح جدا. الثورة تتطلب تضحيات، رسالة مهمة من السيدة أم أزهار للعراقيين بشكل عام، للمستمعين، لمن يشاهدون. أي ثورة في العالم تتطلب تضحيات، هكذا ترى السيدة أم أزهار، لأن الوضع القائم الآن في العراق هو وضع ميؤوس منه. كل ما يحدث الآن بحسب الإجماع من المتصلين حتى هذه اللحظة، وهناك رسائل سأقرأها على حضراتكم الآن أيضا، تقول بأن هذه مسرحية للضحك على العقول، للضحك على الذقون. من يصدق هذه المسرحية هم المغفلون الذين يعتقدون فعلا أن هناك قدرة لدى عادل عبد المهدي بحل الميليشيات ودمجها وجعلها قوة انضباطية وقوة منضبطة ملتزمة مستقلة لا تتبع أحد في اتخاذ قراراتها سوى القائد العام وقيادتها. واهم من يعتقد هذا، واهم من يصدق هذا في بلد تسيطر عليه فكرة الأحزاب والجهات والطوائف وهكذا أمور، ويقاد أو يجيش بفتوى ويقاد من معمم جاهل في الأمور العسكرية يقود فرقة عسكرية على سبيل المثال. أبو علي من البصرة تفضل. ألو، السلام عليكم أبو جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله. المشاهدين حياك الله أبو جاسم. مثل ما قلت، الثورة والحرية أبطال يريد لها تضحيات. بالنسبة للأحزاب اللي ركبت بالحشد، نفسها هي تدير الحكم، ونفسها هي أبو جاسم اللي خلقت الداخلية والدفاع ودوائر الدولة واستولت على كل شيء. احنا اليوم أبو جاسم مو بس إيران تتحكم بالعراق مع الأسف بسبب الذيول بسبب العملاء، كل دول الجوار تتحكم بالمصير العراقي. هذا الشهد المضروب عالم من ذاك الزمن إلى هذا الزمن، ودفعنا دماء ودفعنا يعني بلد العراق أمة تاريخ دمر بسبب هؤلاء المتخلفين. وهاي المرجعية الفاسدة أنطت جهاد على الدواعش. ليش ما تنطي جهاد على الأحزاب المرتزقة والعملاء والبيوت والأجهزة القمعية؟ يا أبو جاسم الناس تطلع من الجوع من الفقر بالبصرة، يعتقلوك ويعتدون عليك ويحولوك للاستخبارات ويطلعوك إرهابي. خاصة أن تعدكم اليوم بالبصرة صايرة موجة اعتقالات شديدة. نعم عندهم أسامي في الكمبيوتر يروحون على البيوت واحد ويعتقلوا ويحولوا الاستخبارات يعذبون به ويسجلوا له ورقه وقلم يقولوا له تعال اعترف، هو ما عنده شيء مجرد طلع جوعان. طيب هاي يا ابو علي، هاي القوات الحكوميه، فما بالك بالميليشيات شو تسوي؟ والله الميليشيات اللي تابعه للاحزاب والله اجيت اللي صفوا المتظاهرين، البعض منهم هو جماعه قد علي وجماعه بدر وغيره والدعوتيه اللي صفى تودا. رحنا حق السفاره الايرانيه، رسنا الوسط الرساله للسفاره الايرانيه ان لا تدخلون بالعراق، انتم اليوم عندكم اتباع وديون حاكم العراق، بس الشعب العراقي شعب حر. احنا اليوم اللي يحكمنا من كل الطوائف لا يمثل الشعب العراقي. يا ابو جاسم خلينا نتكلم بصراحه، نحن عراقيين والمحافظات العراقيه كلها اخوتنا، بس هذول ما يمثلوننا، هذول جابتهم المحتل وجابتهم مؤتمرات لندن وطهران ومدري منين، اجونا دمروا البلد، اكلوا حقوق الشعب. انا اسال الشعب اقول له 16 سنه يضحك عليك ابو عمام وتضحك عليك الاحزاب المرتزقه، الى متى تظل انت نائم؟ الملايين العراقيين هجت الى اوروبا وشبعت ذل عند اليهوديين الاوروبيين ودول الجوار، الى متى؟ ملايين البراميل من النفط وحقك ينوخذ قدامك، الى متى انت تظل ساكت؟ يا
كيف تطلع ترى الناس الاحرار؟ وضيف لك شيء بسيط يا ابو علي، اضيف لك شيء بسيط، انه الميليشيات اللي تتكلم بلغه طائفيه وتقول احنا نمثل الجهه الفلانيه، يوم ما انتفضت البصره بمظاهرات العام الماضي، القتلى الذين سقطوا بالرصاص الحي كان على ايد منظمة بدر الموجودة في محافظة البصرة. يعني الميليشيات التي تتحدث عن مظلومية الناس هي اللي قتلت الناس لما وصل الموضوع للجد. والله يا أخي هاي جماعة بدر طفوا وجمعوا حتى عدم قناص إيراني يقتل بالمتظاهرين، قناص إيراني. أنت أبو جاسم أنا ما أريد أطول عليك، أنت تصدق يعني الأحزاب لما ما رحنا وهدينا عروشهم، المحافظ المجلس البزوني البنى فنادق باسم اهل البصره والمحافظ، تصدق هاي الاجهزه القمعيه تقول لك روح اخذ موافقه من الفاسدين على ما تطلع مظاهره، فذول ما يمثلون هم وميليشياتهم والاجهزه القمعيه. نعم. يجي يوم ابو جاسم وداعتك تصير تحت الصفر واعلان ثوره مسلحه وندوس على رؤوسهم. وتحياتي لك. شكرا ابو علي، كنت معنا من البصره. ابو عبد الباري من تركيا تفضل. اخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشكرك على هذا البرنامج المشرف. حياك الله ابو عبد الباري، تفضل. شلونك يا اخي العزيز؟ الله يسلمك. اخي بالنسبه لهاي شغله مال دمج الميليشيات بالمؤسسات الدوله. نعم. هاي مسرحيه يضحكون بها على الشعب العراقي. شلون ابو عبد الباري؟ وضح لنا. انا اتكلم معاه كان يكون ضابط في شرطه الحدود. نعم. يعني هاي الامور مره علي، يجيبوا لك مسؤول حشد هو لا يقرا ولا يكتب. طيب. ويخلونا ينطونا رتبه فخريه بالاستخبارات، لو بالامن ما يقدر يتكلم مع ضابط. رتبه فخريه؟ أيوة. ضابط ما يقدر يحكي وياه؟ يعني يجيبونه هذا كان في ايران. هذا كان عميل، هذا ما عمل مع الاحتلال. وهذه هاي المسرحيه مال عادل عبد المهدي دمج الميليشيات بامر ايراني للسيطره على دوائر ومفاصل الدوله. بس هي ايش محتاج تسيطر على شيء بعد اكثر يعني؟ اخي السيطر 100% تجي تقتل تقتلك وتحتقلك بصفه رسميه. نعم. لابسه زي عسكري تجيك زي عسكري شرطه جيش امن وطني مقابلات زي رسمي تجي ما حد يقول ميليشيات بعد. نعم. يعني العراقيين انا اسالك يا ابو عبد الباري، هل القوات الحكوميه بوضعها الحالي واللي سوت مئات او الاف من عمليات المداهمات بشكل غير قانوني، اللي دخلت بيوت الناس اعتقلت بدون أوامر إلقاء قبض أو مذكرات إلقاء قبض، شنو اللي حيختلف؟ يعني أنا بس سؤالي، الميليشيات اللي حتدخل إلى الجيش، إحنا مثل ما الناس قالت هذه مسرحية للضحك على العراقيين، سواء دخلوا تحت مسمى القوات الحكومية أو لم يدخلوا، أو أخذوا امتيازات بسلطة قانونية أعلى أو لم يأخذوا، ما الذي سيختلف؟ أخي يسيطرون على الأجهزة الحساسة الرئيسية بالدولة. نعم. تمام. الامور العراق الجديده. نعم. على سبيل المثال. تفضل. محافظه دياله مسيطر عليها فينق بدر هذا العام، لا الشرطه لا مقرب الحل والربط فينق بدر. هاي على اقرب اسطوره اللي كان. نعم. خاصة الإدارة مقسمة لقضية والنواحي، فلان قضاء لفلان منظمة لفلان حزب لفلان قضاء لفلان حزب لفلان ناحية لفلان حزب مسيطر عليها، لا جيش ولا شرطة يقدر يتكلم العديد ولا إلى كمان. نعم. أنا أشكرك أبو عبد الباري، وضحت الفكرة. كنت معنا من تركيا. محمد من البصرة تفضل. محمد أستاذ محمد، تحية إلى قناة الرافدين وإلى مشاهديها وعامليها، وتحية إلى مخرجنا العزيز. أستاذ محمد، أريد من عندك 15 ثانية رحمة الوديك. تفضل. 30 ثانية لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
أهلنا هيئة علماء المسلمين وأهلنا الأساتذة الكرام على الندوة لثورة العشرين، وأهلنا الدكتور مثنى حارس الظاهري المحترم على الاحتلال البريطاني الغاشم في تلك الفترة المظلمة. وهذا هو العراق في مواقف الرجال، وإن شاء الله سنقضي على الاحتلال الأمريكي والإيراني بعون الله تعالى. هذا رقم واحد. رقم اثنين، البارحة أحد المتصلين ذكر اسم بغداد في السقوط. بغداد لم تسقط ولم تسقط ولم تسقط، وستبقى شامخة كنخلة البصرة واقفة وإلى الأبد. هذا من جانب. من جانب ثاني، عادل دوية يعني هو يقدر يخالف حسياته، وهسه قبل 6 أيام اجى هذا الهاشمي من جسمه اللي تعين من قبل سليماني. يعني انتوا الى متى تضحكون على الناس؟ ما انا يعني عادل عبد المهدي ما يقدر يحل رجل الدجاجه، رجل الدجاجه ما يقدر يحلها. يقدر يحل الحشد؟ هو من هو يقدر حتى يقدر يحل الحشد هذا عادل دويه؟ هو يقدر ما يقدر كل شيء يسوي. هاي المسرحيه يسوقوها على الناس اللي عقولها على جده، اما على الناس الواعين والمثقفين هذا الشيء ما يمشي على اهل البصره. هذا رقم واحد. اكو شغله قبل شويه ذكرت الاعتقالات، البارحه الساعه 3 الفجر اجى هنا لمنطقتنا اعتقلوا واحد، اجت سيارتين في كباس، هذول الميليشيات خذوا شخص ما اعرف على شنو، يقولون على المظاهرات. يعني هم اذا هم لحد الان يصيرون يجيرون بالبصره يا استاذ محمد، يعني هو عادل زوية يضحك على نفسه لو يضحك علينا؟ الى متى هذه القشمر على الناس؟ وكافي عيب، اقتلوا افتحوا. ولا هو مو موضوعنا اليوم، يعني هو موصل بالموضوع، لكن انا اسالك سيد محمد حضرتك من البصره، هاي الاعتقالات طيب الناس مو مكفول لها حق التظاهر وفق الدستور مالتهم؟ هم بالنسبه لهم ما يعتبرون حق هذا، ما يعترفون. يعني استاذ محمد اريد اسالك بالله، انت شفت لك حزب ميليشياوي يوم الديمقراطيه يعني الراي والراي الاخر؟ هم ما يؤمنون بهاي الشغله، هم يؤمنون بالاتاوى والفتاوى اللي جابوا لنا اياها من ايران، هذا حلال وهذا حرام، يحرمون اللي يحللون على انفسهم، ويحرمون اللي يعني هم بكيفهم، يردوها كبار يردوها صغار، يردوها حلال يردوها حرام، يردوها تصير يردوها ما تصير. هذولي ميليشيات ما يفهمون شغلة الديمقراطية ولا يؤمنون بنظرية الديمقراطية. هذا كلام فارغ، يعني احنا بالنسبة لنا شبعنا من هذا الكلام، بقوا يكذبون علينا وهم عندهم نظرية اسمها اكذب حتى يصدقك الناس. احنا ما نصدقكم، انتوا ناس بصراحة ما يعني انتزعنا الثقة من عندكم. انتوا اصلا مو حكومة، انتوا مو دولة، انتوا سلطة ميليشيات وتبقون سلطة ميليشيات والى الابد. شكرا لك سيد محمد، كنت معنا من البصرة، اعتذر الوقت شرف على الانتهاء. ابو اسد من البصرة، تفضل ابو اسد. السلام عليكم عمي، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. احييك واحيي برنامجك. حياك الله، اهلا وسهلا. الو معني؟ اسمعك، تفضل، اهلا وسهلا. اي بالنسبه لعادل زوية يريد يشد جماعه الحشد وما حشد هذول العصابات اللي يزجهم بالجيش والشرطه. هم هذول الجيش والشرطه هم ما ينجرعوا، الله ما يجرعهم. عادي راح يحشد وياهم عمي، الله لا صايره ولا دايره. انا اتعجب يعني على هي هيك قوانين دي طلعوها. عمي ذولا مو حكومه، ذولا عصابات. ذولا عصابات، والله الشعب جبان، مع الاسف من اقول الشعب جبان. عمو قبوا 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 قبه واحده. انا يا ريت تكون شباب. قبوا قبه واحده عمي، قبوا ثوروا عليهم. ترى هم جبناء والله. نعم. وش اقول لك؟ يعني من اللي يحكمنا انت؟ العلاق لو صريطي، يعني هذا اسمه ما اعرف من اذا تجي صريطي العلاق الشهر الثاني، ذول مين يعني قبل وجب يجي اسماء عندنا بيحكمون البلد. ذول يسمون المقاومين ابو اسد. نعم، ذول يسمون نفسهم المقاومين. اي خط
هي هي مقاومين، هي قاموا هواية مثل رفحة رفحة، وكانوا بأوروبا مدة تكعين مقاومين، هي صح هي على قولهم مقاومين. هم عمي ترى حتى احكي لك، نعم، حتى السيستاني اصله ايراني، جماعه حتى شمشل بيم بي اني 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 واحد اقول لك اني واحد يصدر لهم يعني يصدر لهم خوش فتاوى يا ابو اسد، يصدر لهم خوش فتاوى، يعني ليش ما يشلبون بي؟ هي طبعا مصالح ايران مصالح امريكا، يعني امريكا جتي ما طلع فتوى مقاومه وطلع لنا الحشد الشعبي وراضي على الفاسدين، دعا للانتخابات عندنا صحوات وما صحوات هم وابو ريشة افندي وغير ابو ريشة وشارستاني وال يعني اكو اسماء، يعني ما كان اكو شيء اسم عشاير وجسامي. ابو اسد انا اشكرك، الوقت شرف على الانتهاء، وضحت الفكرة. نقرأ رسائل سريعا من المشاركين، نعتذر لهم على إطالتنا في قراءة رسائلهم لكن اتصالات متتالية. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم أستاذ محمد، عادل زوية حاله كحال باقي حاله كحال البقية، يعني هذه لعبة جديدة من قبل ما يسمى بالحكومة، ولا تنطلي هذه اللعبة إلا على المغفلين. طيب ناخذ السيد ام عبد الله من بغداد كاخر المتصلين في دقيقه. ام عبد الله تفضلي. وين الكفي دقيقه؟ ام عبد الله انا اسف ام عبد الله بس الوقت صدقيني شرف على الانتهاء، تفضلي. اقول لك استاذ، هي اللعبه احنا العراقيين تحت لعبه يعني جديده، يعني شنو هاي اللعب اللي تؤدي الى الموت؟ كلها اللعب قرار الدمج، قرار قرار وجود الحشد، هسه قرار الدمج، كل قرارات إيرانية أمريكية كلها في سبيل أنه عدم وجود أي بناء ترى في العراق، ماكو ترى كلها، لا المؤسسات العسكرية تشتغل ولا المؤسسات الحشد تشتغل ولا مؤسسات الشرطة تشتغل، ولا الحكومة من سيء في معطرة الأمور الأمنية في العراق في سبيل انه حتى يجعل العراقي في حاله حيره، يعني العراقي المفروض لازم يفكر انه اكو، لازم يفكر في نقطه يخلص منها من هذه الشغلات. بعدين ايران تعتبر الحشد هو بوليس التامين لعدم عوده اي حكم موجود. ام عبد الله ب 15 ثانيه اعطيني الرساله الاخيره في اتصالك لان الوقت انتهى. استاذ يعني حتى اذا اندمج واذا ما اندمج الحسن، هذا الوضع العراقي راح يبقى اذا ما احنا عراقيين نتحد ونصير كقوه ضد الاحتلال الامريكي والايراني والصهيوني. شكرا جزيلا ام عبد الله، اشكرك للمشاركه، اعتذر منك الوقت انتهى. في قراءه سريعه فقط للرسائل التي وردت. سعد يقول: هذه العصابه الحاكمه اجرمت في حق شعبها اكثر من ما يسيء أو من ما يسوي داعش، أين المجتمع الدولي من هؤلاء المجرمين الإرهابيين؟ أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة. العراق بيد الاحتلال وعصابة الإيرانية في الخضراء، القيادة الرمزية اليوم بيد عادل عبد المهدي بإشراف إيراني، وهذه آخر لعبة يلعبونها الإيرانيون والأمريكيون وكذلك بواسطة مقتدى الصدر بعد زيارته لإيران جاء دمج الحشد. وآخر رسالة: لا يمكن تأسيس أي حزب أو تيار داخل أو خارج العراق يكون له دور فعلي في تغيير واقع العراق. طبعا رسالة طويلة جدا. طيب أعتذر لصاحبها لكنها طويلة للغاية. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.